اهلا بكم. الفوز بيجيب فوز، والبطولة بتجيب استقرار، هكذا يحقق الأهلي الانتصار برباعية على الداخلية في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم. الأهلي العلامة الكاملة من 3 ماتشات 9 بونت. كريم فؤاد ده لا يمكن يكون كريم فؤاد، ده كريم بنزيما. كريم فؤاد هو حلم ولا علم؟ كريم فؤاد مين المسؤول عن الطفرة اللي حصلت لكريم فؤاد في الأداء الفترة الأخيرة؟ سؤال يطرح نفسه، هل هو مارسيل كولر السويسري؟ معقول البصمة ظهرت بسرعة كده؟ عموما الأهلي يحقق الانتصار على الداخلية في بطولة الدوري العام المصري بنشوة الفوز بالسوبر المصرية على الغريم التقليدي الزمالك. أبو المجد مصطفى مدرب الداخلية، لما تدخل الامتحان وتفرح إن في سؤال عارفه فتجاوبه في الأول، في الآخر تطلع إجابتك أو إنك جاوبت حاجة تاني خالص غير المطلوب. إزاي تفتح الجيم قدام الأهلي؟ طبيعي تكون النتيجة 2-0 في 10 دقايق. الله يمسيه بالخير كان لاحق علاء عبد العال إنه يحط إجماع ويعمل كمين لكل فرق الدوري المصري. دمتم في أمان الله.